السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. من خلال هذا الفيديو إن شاء الله سنتطرق لدرس جديد في الوحدة السادسة والأخيرة، كتاب المفيد في الرياضيات. عنوان الدرس الطرح بدون احتفاظ. الطرح دون احتفاظ، أهداف التعلم من هذا الدرس: أتعرف التقنية الاعتيادية للطرح وأسمي مختلف عناصرها، أحول عملية الطرح عملية طرح أفقية إلى عملية طرح عمودية. لنفهم ونطبق، نظم الصديقان أسامة وأمين زيارة لمركز التسوق. الجدول جانبه يبين المبلغ المالي الذي كان مع كل منهما والمبلغ الذي صرفه كل منهما. إذا لدي أسامة وأمين، نظم زيارة لمركز التسوق. كان يملك أمين 68 أسامة يملك 68 درهما، بينما أمين يملك 69 درهما. المبلغ الذي صرفه أسامة بالدرهم هو 54 درهما، بينما أمين صرف 61 درهم. إذا ما هو المبلغ المتبقي بعد التسوق؟ إذا سوف نقوم بطرح المبلغ قبل التسوق الذي يسمى المطروح، ثم نطرحه من المبلغ الذي صرف، المبلغ المصروف، إذن من المطروح منه، والخارج يسمى هو الفرق. إذن 8 ناقص 4، 8 ناقص 4، سنعد من 4 إلى 8، 4 5 6 7 8. إذا 8 ناقص 4 تساوي 1 2 3 4 تساوي 4، أو يمكن أن نعد بأصابعنا، 8 ناقص 4 تبقى 1 2 3 4، 6 ناقص 5 5 6، إذا 6 ناقص 5 تساوي 1. إذا المبلغ المتبقي بعد التسوق لدى أسامة هو 14 درهم، 14 درهم، بينما أمين المبلغ الذي كان يتوفر لديه قبل التسوق هو 69 درهما، صرف منها 61 درهما. إذا 9 ناقص 1، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا 9 ناقص 1 8، 6 ناقص 6 0. لنحسب المبلغ الذي بقي لدى كل واحد بعد التسوق. إذا أسامة ثمانية وستون ناقص 54 تساوي 14 درهما، 14 درهما، بينما أمين 69 درهم ناقص 61 درهم تساوي 8 دراهم. تمرين رقم 1، احسب الفرق بوضع وانجاز العمليات العملية. اذا 60 ناقص 30، لدي العمليات افقية ساحولها عمودية. 60 دائما الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات. 60 ناقص 30 تساوي 0 ناقص 0 0، 6 ناقص 3 3 4 5 6، 6 ناقص 3 3، 35 ناقص 14، 35 ناقص 14 تساوي 5 ناقص 4 1، 3 ناقص 1 1 2 3 2. إذا 5 ناقص 4 1، 3 ناقص 1 2. 29 ناقص 8، 9 ناقص 8 دائما الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات. 9 ناقص 8 8 9، إذا 1.
اتنان ناقص صفر، اتنان، اتنان ناقص صفر، اتنان، اتنان ناقص لا شيء تبقى اتنان. منح أب لابنه حمادي مبلغ 35 درهما، فصار عنده 67 درهما. احسب المبلغ الذي كان لدى حمادي من قبله. منح أب لابنه حمادي مبلغ 35 درهما، فصار عنده 67 درهما. احسب المبلغ الذي كان لدى حمادي. إذا الأب أعطى لابنه 35 درهما، فصار عنده 67 درهما. إذا ما هي العملية الحسابية التي سنقوم بها؟ سنطرح 35 درهما من 67 درهما لنعرف كم كان لدى حمادي من قبل. إذا سنكتب كان لدى حمادي من قبل، نضع العملية أفقية، 67 ناقص 35 تساوي، إذا نضع العملية عمودية، 67 ناقص 35 تساوي 7 ناقص 5، 5، 6، 7، إذا 2، 7 ناقص 5، 7 ناقص 5 تساوي 1، 2، 6 ناقص 3، 3، نعد من العدد الصغير إلى العدد الكبير، 3، 4، 5، 6، إذا 6 ناقص 3، 1، 2، 3، 3، إذا المبلغ الذي كان لدى حمادي من قبل هو 32 درهما. أضع وأنجز العمليات التالية: 95 ناقص 92، 5 ناقص 2، 2، 3، 4، 5، 5 ناقص 2 تساوي 3، 9 ناقص 9 0. إذا 95 ناقص 92 تساوي 3. سنحول كذلك عملية أفقية إلى عملية عمودية: 85 ناقص 34، 5 ناقص 4، 5 ناقص 4 تساوي 1، 8 ناقص 3، نحسب من العدد الصغير إلى العدد الكبير، 3، 4، 5، 6، 7، 8، إذا 3 ناقص 8 تساوي 5، 70 ناقص 50، 70 ناقص 50، 0 ناقص 0، 0، 7 ناقص 5، 5، 6، 7، إذا 2، 7 ناقص 5 2، 63 ناقص 12، 3 ناقص 2 تبقى 1، 6 ناقص 1، 1، 2، 3، 4، 5، 6، إذا 6 ناقص 1 5، 15 ناقص 14، 5 ناقص 4 4، 5، إذا 5 ناقص 4 1، 1 ناقص 1 0، 81 ناقص 41، 1 ناقص 1 0، 8 ناقص 4، 4، 5، 6، 7، 8، إذا 1، 2، 3، 4، 8 ناقص 4،
تساوي 4. في أسرة حميد يبلغ الجد 95 سنة من العمر، بينما تبلغ الجدة 82 سنة. أما الأب فقد احتفل بعيد ميلاده 53. احسب فارق السن بين الجد والجدة، جدتي والأب، والجدي والأب. إذن الجدي والجدة سنقوم بطرح العدد 95 من 82. إذن 95 عمر الجد والجدة، فارق السن بين الجد والجدة ناقص 82. دائما نشتغل بالمعطيات المقدمة لدينا. 95 ناقص 82، 5 ناقص 2، 3، 4، 5. إذن 3. 9 ناقص 8، 8، 9، 1. إذن فارق السن بين الجد والجدة 13 سنة، 13 سنة. الجدة والأب، فارق السن بين الجدة التي تبلغ 82 سنة، 82 سنة، والأب الذي يبلغ 53 سنة. إذن فارق السن بين الجدة والأب 2 ناقص 3 لا يمكن. إذن العملية تتطلب الاحتفاظ، والدرس عنوان الدرس الطرح دون احتفاظ. لن أقوم بإنجاز هذه العملية، وننتقل لحساب فرق الجد والأب. الجد والأب، إذن يبلغ الجد 95 سنة، 95 سنة، بينما الأب يبلغ 53 سنة، 53 سنة. سنحسب فارق السن بينهما، 5 ناقص 3، 3، 4، 5. إذن 2. 9 ناقص 5، 5، 6، 7، 8، 9. 9 ناقص 5، 4. قام عبد المجيد بوضع العمليات الطرح التالية، أكتشف الأخطاء في الوضع وأصححها في دفتري دون إنجاز العملية. إذن قام عبد المجيد، أعطني ورقة بيضاء راهي وسط الدفتر. قام عبد المجيد بوضع عمليات الطرح التالية، أكتشف الأخطاء في الوضع وأصححها في دفتري دون إنجاز العملية. لاحظوا معي، عندي أول عملية أفقية 16 ناقص 5، كيف وضعها عبد المجيد؟ وضعيتها خاطئة، لأن وضع رقم الواحدة تحت رقم العشرات، بينما الوضعية الصحيحة 16 ناقص 5، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات. الوضعية الثانية 97 ناقص 51 صحيحة، وضعية صحيحة. عفوا، قام بقلب الأعداد، وهنا الدرس عنوان الدرس الطرح دون احتفاظ. لا يمكن أن نطرح عدد صغير من عدد كبير. 51 ناقص 97 وضعها بطريقة خاطئة. إذن الوضعية الصحيحة كما هي مكتوبة، 97 ناقص 51 هكذا كما هي موضوعة أفقيا، 97 ناقص 51، لأن الطرح ليس بتبادلي، ليس كالجمع، الجمع تبادلي، الطرح ليس بتبادلي. 97 ناقص 51. بالنسبة للعملية الأخيرة 35 ناقص 13، أيضا وضع بطريقة خاطئة كما تلاحظون، وضع الوحدات العشرات تحت الوحدات، وضعية خاطئة بالمرة، سنقوم بتصحيحها. إذا 35 ناقص 13، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، وللاستئناس هم طلبوا منا بدون إنجاز العملية، وللاستئناس سنقوم بإنجاز هذه العمليات. هذه هي وضعيتها الصحيحة، استئناسا سنقوم بإنجازها. 5 ناقص 3، 3، نعد من العدد الصغير إلى الكبير، 3،
أربعة خمسة، إذن اثنان ثلاثة ناقص واحد، واحد اثنان ثلاثة، اثنان تساوي اثنان. سبعة ناقص واحد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. سبعة ناقص واحد ستة، تسعة ناقص خمسة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، إذن تسعة ناقص خمسة أربعة، ستة ناقص خمسة واحد، واحد ناقص صفر واحد. التمرين رقم ستة، أكتشف الخطأ في العملية التالية وأصححه. أربعة وستون ناقص ثلاثة، لاحظوا معي، وضع رقم الوحدات تحت رقم العشرات، والرقم ثلاثة يجب أن يكون تحت رقم الوحدات. إذن أربعة وستون ناقص ثلاثة، إذن وضعية خاطئة. أربعة ناقص ثلاثة واحد، ستة ناقص صفر ستة، تسعة عشر ناقص ثلاثة عشر، تسعة ناقص ثلاثة ثلاثة، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذن تسعة ناقص ثلاثة ستة، واحد ناقص واحد صفر، ثمانية وخمسون، أيضا هذه العملية خاطئة. أيضا هذه العملية وضعها خاطئ كما تلاحظون، الوحدات تحت الوحدات، ليست تحت الوحدات، بل وضع العشرات تحت الوحدات. إذن سوف نقوم بتصحيح الوضع العملية. ثمانية وخمسون ناقص سبعة عشر، ثمانية ناقص سبعة سبعة، ثمانية واحد، خمسة ناقص واحد أربعة، إذن تساوي واحد وأربعون. ادخرت سلافة مبلغ ثلاثة وخمسون درهما، المعطى الأول، تريد شراء لعبة ثمنها سبعة وتسعون درهما. اقترحت أمها خنساء أن تمنحها المبلغ الذي ينقصها، شريطة أن تحدد العملية المناسبة لحسابه. أساعد السلافة على تحديد العملية المناسبة لحساب المبلغ الذي تحتاجه بوضع علامة فيه. هل سوف تقوم بطرح سبعة وتسعون ناقص ثلاثة وخمسون، أم ستزيد المبلغ الذي تتوفر عليه من ثمن اللعبة؟ إذن المبلغ الذي تحتاجه ينقص سلافة لشراء اللعبة، سوف نقوم بطرح ثمن اللعبة من المبلغ الذي ستمتلكه سلافة، لنتعرف على الثمن الذي المبلغ الذي ستمنحه لها أمها. إذن هذه هي العملية المناسبة، سبعة وتسعون ناقص ثلاثة وخمسون. إذن سنضع العملية، سبعة وتسعون ناقص ثلاثة وخمسون تساوي، نضع عمودية، سبعة وتسعون ناقص ثلاثة وخمسون، سبعة ناقص ثلاثة ثلاثة، أربعة خمسة ستة سبعة أربعة، تسعة ناقص خمسة خمسة ستة سبعة، خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. إذن ستمنحها أمها أربعة وأربعون درهما، ستمنحها أربعة وأربعون درهما. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، مع السلامة.